صباح الخير بيوسف. صباح الخير لك أخي أسامة وجميع المشاهدين لموقع أول. بيوسف، قبل 4 سنوات أقيم حفل لحركة سوا، هل تعتقد أنه النجاح سيعيد الكرة؟ أولا اسمح لي أني أشكر عائلة بارود الكريمة اللي فسحتنا المجال أنه في هاي الساحة قبل 4 سنوات أعطتنا الإمكانية أن نقوم في هذا العمل، واليوم هي راجعة ومعطيتنا الإمكانية، حق الجيرة، المحبة، الكرم، الأخلاق اللي عندهم الحقيقة نحن نرفع رأسنا فيه، الله يوفق لنا إياهم ويخليهم. أكيد زي ما بقولوا أنه هذا المكان اللي فيه نجاح كبير، فيش حدا ما بغيره، هذا مكان ناجح، والحركة حركة سوا هي حركة ناجحة الحمد لله، هي حركة كبيرة فيها استقطاب لجميع الأطياف في دارة كرمل، وإن شاء الله اليوم بده يكون المهرجان اللي بده يختتم الفترة الانتخابية قبل الانتخابات، وبده يحضرنا اليوم الثلاثاء إن شاء الله عشان ننجح في الانتخابات. في هاي الجولة الانتخابية المكاتب الاستطلاع أخذت قسط كبير من اللعبة السياسية، يعني إذا بتشوف آخر جمعة إن كان على الفيسبوك إن كان بين النشطاء العاملين معك في حركة سوا أو الدالي بتجمعنا، بتحكي بس في الأرقام، أمرات الأرقام بتكون كبيرة، أمرات في تقلص. من الجهة الثانية في حديث عن فارق كبير اللي راح يفوزوا فيه على حركة سوا، شو حسب رأيك النتائج هاي من مجبوة؟ يا سيدي، اللي عنده استطلاعات بتقول إنه فايت في آلاف الأصوات، مش لازم يكون مضغوط. أنا بعتقد أهلي فايت في آلاف الأصوات، يروح يستأجر له أوتيل ينام فيه ويجي ثاني يوم الانتخابات يأخذ الرئاسة. ولكن أنا وياتك بنعرف إن الحقيقة غير هيك، وإنه هذا يعني اسمه في الإنجليزي في العبراني إفكت بريدلي، في الولايات المتحدة كان في شيء اسمه إفكت بريدلي، افحصوا في جوجل بتعرفوا شو معناته إفكت بريدلي. أنا مش لأني هالقد شاطر فتت على جوجل وقريت شو معناته إفكت بريدلي، هذا اللي عم بصير هون مع الجبهة الأخرى. الحقيقة هي نحن كلنا بنعرفها، وحتى الجبهة الأخرى بتعرفها، إنه كرمل نصر الدين رايح يكون الرئيس المجلس القادم إن شاء الله لدائرة كرمل، مش لأنه كرمل نصر الدين بحد ذاته، لأنه حركة سوا هي استقطاب جماهيري اللي لا يمكن انه عائلة تنتصر عليه، هذا استقطاب جماهيري اللي فيه من جميع الى دارة كرمل. تغيرنا وتطورنا من رؤية عائلية ضيقة لرؤية كبيرة اللي فيها جميع الى دارة كرمل، من عائلة حلبي لجميع الى دارة كرمل متواجدة في حركة سوا، وهذا الحمد لله النجاح الكبير اللي عندنا، انه الفكر تبعنا هو فكر اجتماعي، في نسيج اجتماعي هون حلو اللي فيه الرؤية العامة، فيه كل إنسان بحد ذاته له الاحترام تبعه، له التكريم تبعه، فيش تهميش بالعكس للعائلات، في احترام للجميع، وفي رؤية مبنية على فكر ونهج فكري اجتماعي صحيح. فأنا بعتقد هاي الحركة لا يمكن أنها تقهر كل الوقت وهي عم تشتغل بصورة صحيحة بكفوف بيضاء مع قيادة ناجحة، عشان هيك أنا متأكد 100% رغم أنه في بعض الأشخاص معاهد، أنا قلت لأسألة في رأيون قبل دقيقة، قلت أنه أنا بعتقد في أحد المعاهد يوم الأربعاء بده يسكر ويعلن إفلاسه، لأنه أكيد 100% يعني هو حط رقبته في هذا الموضوع. أنا بعرفش شو السبب، ولكن كل إنسان في دارة كرمل واليوم بيعرف هذا الإشي، وادخل على بيوت دارة كرمل أخ أسامة وافحص هذا الإشي، بتعرف أنه كرمل نصر الدين أكيد هو رئيس المجلس القادم إن شاء الله. في حديث لك لأحد المواقع الإلكترونية قلت ستحصل على 12% من أصوات عائلة حلبي، نعم. على ماذا تستند؟ أنا بعتقد أنه عائلة حلبي هي عائلة كريمة محترمة على أعلى مستوى. أخ أسامة تذكر أنه 4 سنين أنا رئيس مجلس محلي مع جميع عائلات دائرة كرمل بضمنهم عائلة حلبي، ربطتني أواسر العلاقة الطيبة والمحترمة مع المشايخ تبع هاي العائلة، مع القيادات، مع الدكتور رمزي حلبي ربطتني علاقة طيبة، مع السيد فهمي حلبي ربطتني علاقة طيبة، مع السيد خليل حلبي ربطتني علاقة طيبة، مع السيد سلمان حلبي ربطتني علاقة طيبة، مع طلاب جامعيين في هاي العائلة، مع أشخاص رجال ونساء أصدقاء. أنا العائلة هي قسم من حياتي، وأنا بشوف حالي زي ما أنا كرمل نصر الدين، أنا كرمل حلبي، أنا كرمل نطور، أنا كرمل شامي، أنا لكل دلية الكرمل، فأكيد أنه قسم من هاي العائلة، وهذا إشي طبيعي أنه يصوت لكرمل نصر الدين. وأنا بقول إذا المرشح الثاني بيشوف أنه بيقدر يأخذ من عائلة نصر الدين كمان مش غلط، يجرب أنه يقنع الأناس أنه يأخذ من عائلة نصر الدين أو من حركة سوا بشكل عام. نحن اتخطينا الفكر والنهج العائلي وانتقلنا لنهج فكري اللي فيه كل إنسان بحد ذاته بيحصل على كرامته واحترامه، وبعتقد انه اللي انا قلته هو صحيح. نحن حسب الاحصائيات اللي عندنا والاستطلاعات نحن بدنا ناخذ هاي الكميه، بدنا ناخذ كميه اكبر اكيد، ولكن انا في تحفظ في هذا الموضوع، وهذا هو قسم من نجاح حركه سوا بشكل عام. بالامس وصلنا بيان صادر عن حركه سوا بيحكي على ارتفاع
نعم. في نسبة المصوتين. نعم. حسب كل رجال الحسوب وأشخاص الحسوب اللي بيشتغلوا مع كرم نصر الدين في فترة العيد، يعني في هذول آخر 10-12 يوم كان في تزايد كبير من ناحية أناس اللي كانوا في الأول متلبتين ونقلوا لجبهة كرم نصر الدين، لأنه شافوا القوة هون، شافوا الإمكانيات هون، شافوا أنه بالفعل النجاح متواجد هون، والفكرة تبعت كرم نصر الدين كفكرة لما هو فات على البيت وطرحها والأجندة تبعه لايمت أفكارهم. أنا بعتقد أنه الشعب لا يقهر، والشعب دائما في نهاية الأمر عند الرؤية العامة والرؤية المصالح البلد هي أهم من كل شيء. أنا بعتقد أنه كرم نصر الدين كرئيس مجلس اللي 4 سنين اشتغل هو مقنع أكثر بكثير من مرشحين آخرين اللي اليوم متواجدين على الحلبة السياسية اللي رؤية تبعتهم أكثر قذف وتشهير. وأنا أقول الله يسمحهم جميعا، أنا مش زعلان على حدا، أنا هاي السياسة ومعقول إنه يحكوا علي، ولكن أنا بدي أقول دائما الله يسمح الجميع، ولكن من ناحية أجندة، من ناحية فكر، من ناحية طرح على أرض الواقع أشياء اللي بتنقال، اللي شو كيف بدنا نقدم البلد، كيف بدنا ننقلها من الوضع اللي جبتها أنا من وضع متدهور لوضع استقرار خلال هذول 4 سنين، وإيش بدي أجيبها من وضع استقرار لوضع ازدهار؟ كيف لازم نعمل عشان هذا الاشي يصير؟ كرم نصر الدين لما بيقعد في الصالونات البيوت بيقنع بصورة صحيحة، بيقدر يطلع للمواطنين عين في عين، لأنه هو من الشعب وبجانب الشعب وحد الشعب وورا الشعب وأخو للشعب دائما. فأنا بعتقد أنه هذا التزايد هو اشي طبيعي، وهذا التزايد كمان بتحفظ. أنا بعتقد أنه في نهاية الأمر يوم الانتخابات نحن ما وصل 60% استقطاب من مواطني دائرة كرم اللي بنصوته بنصوته لكرم نصر الدين. إذن ساعات قليلة قبل الابتداء في الحفل طبعا راح تدعي الجميع، مع انه في المقابل كمان في هنالك حفل حركة دالة الجمال. اولا احترامي لجميع الحركات، احترامي لجميع الاناس في دالة الكرمل. اشي طبيعي انه الناس تعمل اجتماعات، نحن الاجتماع تبعنا بنيناه من قبل سنة، بنيناه بصورة صحيحة، وعشان هيك شايف كيف هو معمول، مش عاملينه في ضغط، عاملينه بإمكانيات صحيحة وفكرية. أنا بعتقد للمواطنين في دالة الكرمل ولأناس حركة سوا بيستحقوا إنه حفل يكون نبني بصورة من الشكل اللي هو أكثر كمان فيه تربوي وثقافي، لنعطي فيه فكرة، نعطي فيه محبة للناس، نعطي فيه علاقات عامة طيبة. أنا بدعو جميع أهل دالة الكرمل، هذا الاجتماع تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا الرأي النير، تعالوا شوفوا الفكر الحر، تعالوا شوفوا الإمكانيات اللي نحن نقدر نعطيها من ناحية تقديم البلد وبصورة صحيحة. وأنا بوعدكم إنه زي ما بيقولوا في العبراني يمرتك في نخمد. شكرا لك وبالنجاح. شكرا.